مرحبا مرحبا في حلقة جديدة من جوسب. مرحبا شهندا. هلو أمين وهلو مشاهدينا. طبعا هيدي الحلقة عنا فيها جوسب جديد وغير شكل. سمعت انه نمبر 1 انضرب يا جدعان، شو صار؟ هلا معقول نمبر 1 ينضرب؟ معقول نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4؟ ايه بس محمد رمضان لوجيك. ايه شو صار؟ طلعت جوسبس انه هو رايح على موقع تصوير مسلسله الجديد برمضان هيدي السنه، مسلسل موسى. تعرضوا له شبان وبدلوه الشتائم، وهو وقف وضربهم وضربوه مش عارف شو بودي جاردز. الخبر صح ولا فيه؟ هلا لا، طلع مصدر مقرب من محمد رمضان نفى هيدا الشيء مع احد القنوات البصريه، يعني ما هو صحيح. تخيلي شهندا، في كثير ناس اثرت منذ بدايه جائحه كورونا ونقصت مداخيلها، صح؟ كيف مثل الفنانين والممثلين. أيه. ولكن في ناس زادت شهرتها وزادت حتى مداخيلها كمان، صح؟ تخيلي مين اكثر ثنائي زاد مدخولهم على انستغرام مثلا؟ ثنائي ما بعرف، بس انا بعتقد المودلز ممكن يكون زادت مداخيلهم، يعني ثنائي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا، اللي بلغ عدد متابعيهم على انستغرام اكثر من 278 مليون متابع. اوكي، قد ايه بيكسبوا من وراهم؟ تتخيلي يا شهندا، على المنشور الواحد عم يدخلوا اكثر من 900 الف دولار امريكي. واو. مبلغ كبير. في المركز الثاني دواين جونسون ذا روك، الممثل الاكشن الشهير وزوجته ب 220 مليون متابع هو وزوجته معا. أوكي. ومداخيل فاقت 700 الف دولار امريكي. كمان رقم كبير. نعم، المبلغ المركز الثالث كان من نصيب كيم كارديشيان وزوجها يلي رح ينفصلوا قريبا. ايه الشائعات تقول انه رح ينفصلوا شائع. اكيد. المركز الرابع من نصيب جاستن بيبر وزوجته. والمركز الخامس من نصيب تايلور سويفت وصديقها. صراحه ارقام كلها كبيره، يعني عن جد السوشيال ميديا كثير بتكسب. اكيد. هلا انت يعني ما تعملي قصه وضايقي حالك بما ان في جواز التجربه. جاست جو لحظه لحظه ستوب 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 بريكس. زواج تجربه؟ ايه، ما هو طلع بمصر ولا سياره ولا؟ والله ما بعرف، انا بس طلع بمصر هيدا الشيء اوريدي، وفيها العالم تروح تعمل جواز التجربه. بس فكرت انه هيك مزحه يعني او لا؟ احنا خلينا نعرف اكثر، يعني نسمع من الشارع المصري نفسه. مفادتنا بمصر ساره نزلت على الشارع وعملت فوكس بوكس، خلينا نشوف اراء العالم. خلينا نشوف. هاي شهندا وأمين، حالة من الجدل موجودة في الشارع المصري دلوقتي بعد انتشار فكرة جواز التجربة على مواقع التواصل الاجتماعي وردود فعل الناس المختلفة عليها. نزلنا الشارع النهاردة عشان نشوف ردود فعل الناس على جواز التجربة، وهل شايفين فعلا انه هيساهم في تقليل نسب الطلاق ولا هيكون سبب في ظهور مشاكل تانية؟ تعالوا نشوف الناس هتقول ايه. وانا مش مع جواز التجربه، لان هو اول حاجه مش معترف فيه دينيا، تاني حاجه احنا كشعب مصري بنحب نجرب كتير يعني، فجواز التجربه ده مش هينفع معانا، لان احنا عايزين 10 سنين ولا حاجه عشان نقعد نجرب. ده عالم صايع يا بابا. انا ضد الفكره، لان انا شايفه من حق ان الواحده مش حابه الشخص ان هي تعيش معاه او في مشاكل بينهم ان هي ما تكملش معاه لاي سبب من كان. وشايفه ان نسبه الطلاق في مصر بسبب ان الاهل بيغصبوا ولادهم على ان هم يتجوزوا، علشان من ناحيه مثلا لا ده معاه فلوس فتتجوزي، او لو البنت تبقى احيانا البنات تبقى حابه تكمل تعليمها والاهل بيغصبوهم على الجواز لانه شايفين ان ده ستر للبنت. انا طبعا مش ضد الحاجه دي، لان طبعا لو شخص كويس ما فيش مشكله، بس اكيد في مشاكل هتظهر بعد الجواز. فانا شايفه لو المشاكل دي يعني بسيطه ممكن تتحل كويس، مش ممكن تتحل لا، ما ينفعش. ما فيش حاجه اسمها ان انا اعمل عقد 5 سنين وان انا امضي على الشروط، لا ما مش شايفه كده. انا شايفه ان جواز التجربه فكره ناجحه، علشان كل واحد يحط شروطه، كل واحد يقول ايه متطلباته، كل واحد يخلي باله من مغاليبه. لو حد ما عملهاش يبقى في انفصال برضا تام، وان احنا متفقين من الاول، يعني ما فيش حد خدع التاني في حاجه، كل واحد عارف احتياجاته ايه وكل واحد يعمل اللي يقدر عليه، ولو انا ما قدرتش اعمل حاجه هو من حقه ينفصل عني خلاص براحته. فانا شايفه ان هي فكره كويسه في الفتره دي بالذات، عشان نسب الانفصال عاليه جدا، والناس في الاخر هي اللي بتتاذي، يعني الاطفال بتتاذي وكل الناس بتتاذي، فكل حاجه لما يبقى ليها شروطها تبقى افضل بكتير. يعني جواز التجربه يعني مش عارفه هي اصلا، يعني الكلام ده جديد جدا، مش زي زمان خالص بقى في جواز عرفي وجواز تجربه وجواز مش عارفه ايه وحاجات كتير قوي كده. بس هي الفكره عموما بالنسبه لسؤالتي، اي حد متجوز هي فكره لطيفه قوي، لان اللي متجوز عايز يغير يا ماما، يعني ينهي المده، بس هي ما بتنتهيش، دخلتي دبستي. بس مش عارفه يعني فكره في المجتمع ان انت مجتمع شرقي زي بتاعنا تبقى جواز تجربه 3 سنين او 5 سنين وتغيري، اصل يعني دي مش عقود شركات
انت المفروض اخترتي حد تتجوزيه مش عشان تقعدي معايا سنتين ثلاثه عداهم بالعدد وبعدين خلاص. فكره فاشله ولا ناجحه مش عارف. بس انا بتهيالي انها فكره فاشله. شوفي هو بالنسبه لفكره الجواز يعني عامه كفكره قفلت. ايه اللي رماك على المر؟ القمر منه. انا بتجوز بقالي 3 سنين بس الحمد لله. لا 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 يا رب يكونوا 30 سنه يعني. لا بصي اقول لك على حاجه يعني. لا اكلمك بقى بجد. إيه فكره الجواز عامه ده كده رباط الهي ربنا حطه ان لو في اي طرف. هو انا عندنا كمان جايدن اهو ابني جميل اهو ده ناتج الرباط الالهي اللي ربنا حطه. هو عامه ده ربنا حطت الموضوع ده عشان خاطر اي حد فينا عنده عيب لازم يحاول اي طرف من الاطراف ان هو يصلح العيب ده عشان الاتنين يستمروا مع بعض. لان احنا من اول الموضوع لو احنا عملنا فكرة جواز التجربة ده كل واحد فينا يحاول ان هو يعمل فوكس على اي خطأ من اي طرف من الاطراف ويبدأ الموضوع بقى ده يتصيد خطأ وده يتصيد خطأ. الموضوع مش هيمشي بالمتعة الزواج اللي ربنا حطه. مثل ما شفنا في التقرير كان في ناس مع وضد جواز تجربة. نعم. شو رأيك شهندة؟ هلا ما بعرف يعني انا عم فكر اذا عن جد اعتمد شو الضجة رح تصير وهالعالم رح تعتمده عن جد يعني ولكن بين المع ولا ولكن تدخل يعني الازهر مثلا وقال صح. انه منكر شرعا ولا يجوز. صح بس هلا كل واحد يمكن اعتقد بالاخير رح يعمل هو شو بريحه. ما بعرف هو اعتقد انه الزواج مفروض يكون رباط ابدي يعني فصعب انه تجربة. ممكن يختلفوا معك العالم. شاركونا بالكومنت بارائكم. حلو. امين بجوسب انفلونسر من الحلقه الماضيه كانت معنا الانفلونسر غاليه وعملت بدوره تاج لبيج هاس. او ترد علينا بيج هاس؟ اكيد. اليوم معنا بيج هاس هو مذيع برنامج ليش هيب هوب. اول برنامج يناقش قضايا الهيب هوب في السعوديه. cool. خلينا نشوف. سالناها بيج هاس اسئله طريفه وفاني وكانت هذه اجابات. خلينا نشوف. خلونا نكتشف سوا لبيج هاس. Let's go. What's up, أول شيء نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي الكبيرة لكم شهندة وأمين وأكيد تحياتي لكل اللي بيشوفون الآن على التلفزيون الآن. أنا اسمي حسان أحمد معروف أكثر ببيج هاس. ومين بعدني؟ الرائعة غالية. نوجه لها أكبر تحية. غالية أنت غالية. أعمل بمجال الإعلام وأنا إنسان أؤمن بالطاقة الإيجابية. أنا مذيع راديو مذيع برنامج اسمه ليش هيب هوب واللي هو البرنامج الأول والوحيد في السعودية اللي بيهتم بثقافة وحضارة وحركة الهيب هوب. دونت يعني لازلت مدون أكيد من 2007 ولغاية الآن وبدون عن الموسيقى المحلية والإقليمية وبدعم المواهب المحلية. ومجال إبداعي ما أعرف. أنا إنسان يعني أؤمن بدعم المواهب فقط لا غير و responsibility يعني لازم واجب علينا ندعم المواهب هذه ونعطيها تحية. I'm a bit of a serious guy فما yeah. مين اختار اسم بيج هاس؟ والله ما في قصة هنا صراحة. أنا أحب كرة السلة فمن تقريبا 14-13 سنة لما بدأت ألعب كرة السلة كان في الكابتن الفريق عندنا وأنا اسمي حسان فقال لي هاس وبعدين شافني كذا كبرت وبخمت وصرت طول بعرض whatever ضخم الجثة ضخم الجثة عريضة عريضة ال 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 أيوة عريضة المنكة عيني ده أيوة فقال لي بيج وبيج هاس وصارت وطلعت في الراديو والهيب هوب أرتست بيج هاس فما فيها فلسفة صراحة ف sorry بيج هاس هاس حسان whatever. أكبر دافع في الحياة ابني أحمد الله يحفظه. تحياتي له تحياتي كمان اليوم أحمد.
أحمد شخص بالتوحد، هو الآن عمره 10 سنوات، نحن من 4 سنوات ونص انتقلنا على الإمارات من السعودية للإمارات عشان نعطيه حياة أفضل، والإمارات عندهم وعي جدا كبير صراحة من التوحد. هو أكبر دافع لي لما أطالع فيه look into him يجيني قوة وطاقة إيجابية جدا كبيرة. أنا مهما سويت صراحة ما هقدر أرد الأشياء اللي أعطاني إياها ابني، علمني الصبر، علمني الكثير من الأشياء. تحياتي لك أحمد، I love you man. الحيوان اللي لازم أوجه له كلمة هو كان عندي كلب، كلب اسمه بني. بني هو كلب لقيته في الشارع في جدة يعني، في وخدته عندي في البيت يعني. ف قصة صغيرة، أنا بني هذا الكلب أنقذ حياتي. كنت أنا أحب كرة السلة، وأنا بشوف المباريات كرة السلة في الصباح في أمريكا الـ NBA الساعة 5 الصباح. فخمسة الصباح هذا الكلام من 17-18 سنة، بحضر الـ NBA وباكل برجر. Yes, you're not supposed to do that، بس هذا اللي صار. وأنا باكل علقة اللقمة هنا كبيرة، فكان 5 الصباح وأنا الحالي في البيت ما في أحد، وأنا وبيني كنا نلعب دائما لعبة إنه هو ينط علي وما أعرف إيش. فهو حسب بلعب والله ينط علي هنا يعني عدة مرات، وطلعت يعني. تاني يوم رحت لعن مكان اسمه البيك اللي في السعودية مشهور جدا، جبت له 4-5 كده بروست. كل ده مش حمر، انتوا تاخدوا كونتينين ده واخد كل ده. ايوه، وللكلاب حظوظ. انقذ حياتي بس يا فاوجه له تحية بني. واو صراحة ما عندي جملة مفيدة فيها جوسب ولا حتى لو أديت راب فيها. أنا مش إذا بقول إنه stop gossiping to the world that I'm a rapper، أنا مش رابر، أنا مذيع راديو، أنا إنسان أدعم، أنا صخرة يدعس علي المواهب المحلية ويطلعوا فوق. ف yeah stop gossiping and that's it. والله صراحة في بالي المؤدي والفنان السعودي ملهم. He's inspiring وهو بيسوي شيء جدا رهيب وحابب الناس تتعرف عليه أكثر. فتحياتي أكيد له وتحياتي لكم، ونقول لكم سلام. شكرا للاستضافة الجميلة هذه. Peace. كانت هذه حلقتنا لليوم لجوسب. انطرونا بحلقة جديدة الأسبوع الجاي مع جوسبس جديدة، مواضيع جديدة، وكمان انفلونسر جديد. سلام سلام. مرحبا مرحبا في حلقة جديدة من جوسب. هلو، هالحلقة عنا جوسبس جديدة أو بلا. والمرتبة الخامسة، لأني نسيت المرتبة الخامسة. جمال جمال سمع بواحد اسمه همام، هو اللي خرب لك الشوت هذا. صحيح. تتخيلي مين أكثر ثنائي يعني والله معلش أزعجنا. عندها شغل، راح تقول 9، راح تقول 9 8 7. ايه شغل كثير.